like to thank Arabic Eyes for inviting me on this trip. It's very hard to get around and see heritage sites and be lucky enough to have a guide. I came to Casa Ibrahim maybe 3 times and it was always closed. So I thank you very much for that. And I think we should have more trips like this for women to get together and show their vision. And something very important would be to have an exhibition so we can all see how each person sees. I use digital cameras like most of the people in the workshop. I also like traditional photography, and I've taught black and white photography for over 12 years. I myself have been photographing with traditional photography for about 30 years. So I think it's time for photography to grow in the kingdom and develop in the kingdom through exhibitions, through talks, through lectures, and even through a degree program. Princess Nora University in Riyadh is planning to do a certificate program next year, and I think it's time more schools start to add photography into their curriculum so women can develop these skills, not just for weddings, but for heritage, for the community, for publications. It's a very good business photography, and I hope it grows. Thank you for inviting me. Thank you so much. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين. بدايه نرحب بالاخوات في مخمليات الشرقيه من منتدى عدسات عربيه. سعدنا بلقائهم ونتمنى نكون قدمنا ما يستحق لهم. بالاضافه البرنامج كان معد من الاخت هيا الحربي لمده تقريبا اسبوعين او ثلاثه. قمنا بزياره استضاحيه اللي هو قصر ابراهيم الاثري. التقينا باحد الاخوان هناك المسؤول المواقع وال المعالم الاثري بالاحساء. اخذنا جوله فيها. بالاضافه الان انتقلنا الى المدرسه الاولى. المدرسه تحظى باهتمام كبير ومن هيئه السياحه والاثار، ومن اقرب من يزور المنطقه انه يتواجد فيها. يعتبر الرعي الاول اللي تخرج من المدرسه اللي هو صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقه مكه. بالاضافه لعديد من الشخصيات من رجال الدوله. نتمنى ان قدمنا ما يستحق للاخوات في مخمليات الشرقيه، ونعتذر منهم في حال تقصير، فان وفقنا فمن رب العالمين، وان قصرنا واخطانا فهو من انفسنا ومن الشيطان. هذا الموضوع اللي اقدر اقوله، ولا ودي اطول عليكم. سعيد بوجود الاخوات، ونتمنى تكرار مثل هذه الزيارات لانها تثري الساحه، بالاضافه تبادل الخبرات، التعرف على المناطق الحضاريه والتاريخيه في مملكتنا عموما، يعني لا نقتصر فقط على منطقه معينه دون الاخرى. نحاول نبرز الصوره، نتكلم بالصوره، لان هذا فن قائم. ولله الحمد الدوله اعطت الفن التصويري الفوتوغرافي اهميه كبرى. الان المشاركين لم يقتصر على جنس دون اخر، الجميع يشارك، الكبير الصغير بجميع الثقافات ومستوى التعليم. الرحلة هذه نتمنى تكرارها. شكرا. لكن للاسف انه يعني ما لقي، يعني او انه ما سلط عليه الضوء. سوق المشقة طبعا هذا يعني اختلف عليه عند الباحثين. ناس يقول في جبل قارة في احد المواقع، ناس يقول لا في موقع اخر. طبعا هذه قضيه طويله تاريخيه. سميت المشقر عشان لونه، لان كانت الجدران حقته مطليه باللون الاحمر او الطين الاحمر، فهذا بعضهم استند على الاسم. سميت المشقر لان الطين الحمر اللي موجوده في قريه القارة. طبعا المشقر مو موجود الان، جاري البحث. في ناس حينوه، يعني في بعض حددوه تحديدا، يعني قال هذا موقع هنا. اختلفوا عليه طبعا. كان لو احنا فاتحين الموضوع مع الاستاذ خالد البوفريد يمكن يفيدنا اكثر، لانه احد الاطراف اللي
تنازع هذا الموضوع أين يقع المشقة بالمبنى الحديث، يعني كانت هي أقدم سوق، لكنه هو صد حريم أنهى السوق كاملا يعني بعد ما أنهى السوق رمموه، لكن يعني ليس كسابقة، يعني هم زجوا الحديث بالطراز القديم. طبعا الكوت اللي تشوفونه بالمنطقة احنا اللي كانت كلها ترى داخل سور، يعني قصر إبراهيم كان أحد الأجزاء من السور الكبير حق سور الكوت. وش تعني الكوت؟ الكوت هي من تكويت. وليش يعني السور يعني صح؟ السور يعني والله اسم الكوت كأقدم حي، حي الكوت أنا كنت ودي لكم تمرون عليه، فعشان كذا أعطيتكم خبر عنه، يعتبر من أقدم الأحياء الموجودة. طبعا هنا كان برضو المقصب سوق اللحم، وما زال موجود الآن موقع، لكن هو من بعض من الأسواق القديمة.